بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نهمة من قناه نوتي. ان شاء الله النهارده هنعمل السبع بهارات بطريقه سهله وبطريقه يعني مفيش اسهل من كده يعني. وعملنا قبل كده بهارات الكبسه، عملنا قبل كده بهارات السمك. ان شاء الله النهارده نعمل السبع بهارات والطريقه فعلا هتعجبكم. يلا بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. هنا بقى يا حبايبي جبنا هنا الكباب الصيني، دي هي شبه الفلفل الاسود شويه بس اكبر منها ديت. ده انا جبتهم حطيتهم لكم الاثنين على ايديا، اهوت ده الفلفل الاسود وده الكباب الصيني اهي، وده هنا الكباب الصيني، هنا الفلفل الاسود، هنا الحبهان، هنا الكمون، وحط عليه يعني بطريقه غير تلقائيه كده، حطيت عليه القرنفل والمسمار، وحطيت الكزبره، حطيت ورق لورا. يبقى احنا كده حطينا ايه؟ حطينا الكباب الصيني والفلفل الاسود والحبهان والكزبره والكمون. هنا فيه جوزة الطيب بس عايزين نكسرها بس عشان ما تكسرلناش الدنيا، ما تكسرلناش السكينه بتاعت الكبه. وحطينا ورق لورا. طبعا في ناس ما بتحبش اللي تحط ايه، بصي هو من الاخر كده، اللي انت بتحبيه في البهارات دي كتريها، واللي ما بتحبوش ليه. يعني انا حاطه السبع بهارات اللي انا هم مش سبعه، انا مش حاطه سبعه، انا حاطه اكتر من سبعه، يعني هم دول حوالي تسع بهارات. لان انا حاطه كبابتين وحاطه فلفل اسود وحاطه حبهان وحاطه قرنفل وحاطه كمون وكزبره وحاطه قرفه، بس حطيت القرفه مطحونه لان ما لقيتش قرفه عداء. حطيت معلقتين بعد ما خلصت، حطيت معلقتين قرفه مطحونه، وحطيت جوز الطيب، وحطيت طبعا لازم اي بهارات تعمليها لازم تحط عليها معلقتين ملح، لان الملح ده مد حافظه للبهارات بتاعتك. طبعا انا كنت بطحنها والله كانت ريحتها يعني ماليه الشقه كلها، يعني ريحتها فعلا كانت خرافه. الاول طبعا حطيتهم كلها في الصينيه وحمصتهم الاول، اديتهم تحميصه خفيفه كده في الفرن عشان ما يغلوناش في الطحن يعني، وريحتهم كده تبقى تطلع وتبقى جميله. فعلا ريحتهم كانت خرافه. هنا انا بطحنه في الكبه دي، فالكبه ما نعمتهمليش كويس، فحاول تاني برضه ما نعملش زي ما انا عايزه، يعني هي نعمل بس زي ما انا عايزه. هجيب بقى المطحنه الصغيره واطحنه بقى باتقان كده فينا عشان يبقى زي اللي جاي من بره بالظبط. فض كده في المطحنه الصغيره ونبدا نطحن بقى وننعمه خالص اهي كمان مره، نعمه خالص تبقى ريحتها خرافه بجد والله. يعني اللي بتبقى اللي بنبقى جايبينها من بره جاهزه ما بتبقاش بالريحه دي. في ناس هيقولوا لي طب انت ليه حاطه، مش المفروض تحط كزبره شايفين ناعمه ازاي؟ انا البهارات اللي انا حطيتها هي اللي انا بحبها، واللي بحبها هي اللي كترت منها، يعني تقدروا تقولوا السبع بهارات بتاعتنا وفيها حلو كده. يعني في ناس بتشيل حاجات تحط حاجات، لكن دي اللي انا بعملها، وتنفع في المشويات في اللحوم في كل حاجه عايز تعمليها عندك، يعني كنز في مطبخك بصراحه لما تعمليها في بيتك كمان، يعني احسن بكتير من اللي بتجيبها من بره. كده خلاص احنا طحناها كلها، شايفين ما شاء الله كميه، على فكره مش يعني باقل من نص الثمن لما تشتري الكميه دي من بره. لما تشتري الحاجات دي وتطحنيها عندك اول حاجه بتبقى ريحتها جميله جدا، وما بتكلفش نص الكميه لما تشتري نفس الكميه من بره. نجيب برطمان بقى علشان نعبي الحاجات دي كلها، والبرطمان طبعا احنا غسلينه معقمينه مظبطينه خليهم زي الفل ناشف طبعا خالص علشان البهارات ما تبص. ان شاء الله تكفينا لحد رمضان ما يخلص ان شاء الله. يعني شايفين يعني ملأت البرطمان وباقي لسه شويه كمان كتير، يعني يملوا برطمان صغير كمان. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم، ان شاء الله تجربوا بهاراتي وتعجبكم. ويا رب لو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير وتشتركوا في قناتي تنوروني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.